نرجع تمام. نرجعك ونرجع جو طبعا زميلك في خط دفاع النادي الاهلي، واحد من اكثر اللعيبه المتالقه مع الاهلي طبعا قبل ما يحترف بره، كابتن يوسف، كابتن محمد يوسف. الو، مساء الخير يا جو حبيبي، يا محمد ازيك، ابو حميد، حبيب قلبي، ازيك؟ ازيك، اخبارك ايه؟ والله حبيبي. بنفتكر ذكريات حلوه كانت ناقصاك، والله الايام الحلوه دي. انا عايز امسي عليك طبعا يا ابو حميد، وامسي على عمرو الحديدي حبيبي. حبيبي يا جو، وكان المباراه دي 20 سنه دلوقتي ولا كام؟ 30، تخيل 30 سنة. لا يا جماعه، انا المباراه دي انا ما لعبتش في المباراه دي يا جماعه. انا كنت ناشئ في قطاع النسيم في الحته احمد دي. يوسف مش محمد يوسف. لا 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 لا، الدنيا طارت، الدنيا طارت، بس ده طارت جامد قوي يعني. بس احلى ايام والله يا يوسف، احلى ايام، احلى ايام واحلى ذكريات، وجيل ما يتنسيش بصراحه. يعني كل اللي احنا بنفتكره من النهارده في الملعب، صحيح معايا كابتن عمرو الحديد، يمكن قبلك كان معانا وداخلك كابتن اسامه، كل اللي كانوا في الملعب نجوم كبار جدا جدا جدا. وشوف بتتكلم 30 سنه بس، يعني بالنسبه لجماهير الاهلي كل الاسماء دي ما اتنستش لغايه النهارده، وفاكرين لحظه بلحظه الانجازات اللي انتوا عملتوها. هو البطوله دي جاي كانت جايه في ظروف ان احنا بقالنا سنتين بنخسر دوري، وكان بعد كاس العالم الاهلي خسر 91 و92 ايوه البطولتين الدوري. فطبعا دي كانت بدايه بقى دخول جيل جديد، وطبعا انضمام عمرو الحديدي، وانضمام بعد كده جمال السيد. جمال السيد برضو كان موجود تقريبا في البطوله دي، انا مش متذكر قوي. ايوه صح يا يوسف، مظبوط. لان لعبت انا وجمال وعمرو الحديدي ورا تقريبا. لا، انا وانت وجمال وكابتن علاء عرصادي وابراهيم حسن. وعلاء عرصادي وابراهيم حسن، خمسه صح. فاللي انا عايز اقول لك ده، البطوله دي كانت بدايه جيل اللي هو استمرنا بعد كده، قعدنا حوالي 8 سنين او 7 سنين في فتره التسعينات بقى بناخد دوري وبطولات عربيه سوبر والنخبه وسوبر ونخبه وكده يعني. لكن البطوله دي تحديدا يا يوسف، ايه اللي ما تنسى، يعني ايه الحاجه، المواقف اللي ما تتنسيش فيها، ايه الحاجات اللي حصلت او عدت عليك في مشوار الاهلي في البطوله دي مش ممكن ابدا تنساه، جوه الملعب او بره الملعب؟ بص يا سيدي، انا اللي فاكره البطوله دي قوي، ان انا لعبت الماتشات بتاعتها كلها. خد بالي ان انا لعبت، كان طبعا مختلفه عن زي دلوقتي ودوري مجموعات والكلام ده. كانت عباره عن ذهاب وعوده مظبوط. وادوار، يعني مثلا 64 32 16 8 4، يعني فاهم قصدي؟ كل دور ذهاب وعوده. كنت انت لما جم يوزعوا المكافئات في الاخر بعد ما خدنا البطوله، خدت انا ايه؟ لان كنت لعبت الماتشات كلها. قالوا ده يوسف، انا ما كنتش واخد بالي يعني. انا كنت شغل، لان البطوله انت عارف البطوله بتقعد تقريبا حوالي 10 اشهر. ايوه، فلقيت ان انا لعب الماتشات كلها. بس اكتر حاجه انا فاكرها كويس قوي مباراه افريكا سبورت في الذهاب. لا، كلمني عن المكافاه الاول، انت خدتني في حته وبعد كده بتوهني. الحديدي هيقول لك بقى ليه. الحديدي ما شاء الله ذاكرته في الحاجات الماديه دي، هو راجل يعني عنده اهتمامات في الحته الماليه والحسابات. بس انا هقول لك على، والله ما متذكر المكافاه كام، بس انا فاكر ان اعلى واحد خد النادي الاهلي عمل لنا مكافآت كويسه جدا، والمجلس الاعلى للشباب والرياضه، صح يا حبيبي؟ صح مظبوط. وزاره الشباب والرياضه برضو عملت لنا مكافاه، دكتور عبد المنعم عماره. وفاكر اكيد الحديد يكلمك على الخنزير بتاع ماتش العودة. خنزير، ما احنا والله كنا عايزين لسه، كنت بساله شويه ايه نوع الحيوان، بس هو ما قدرش يعني يتعرف عليه او ما كانش متذكر قوي. هو ليه اسم، اللي دبح خنزير، اللي كان بيجري في الملعب حاجه من نفس الفصيل بس ليها اسم. بص احنا نزلنا الملعب هناك ماتش الذهاب، يعني انا مش عارف احنا طلعنا ازاي من هناك. بس طبعا واحد واحد عبد الجليل تقريبا جاب الجون. ايوه، ومش عارف، انا والله مش عارفين احنا طلعنا ازاي من الملعب هناك. اولا داخلين الملعب الاستاد متقفل، وبعدين الناس اللي بره قد اللي جوه في الاستاد،
وبعدين ارهاب بقى غير عادي بقى، وجولنا الاوضه وعلى باب الاوضه مش عارف ذبحونا واحنا نازلين داخلين الاوضه راحوا ذابحين خنزير. بص يعني اجواء غير. وبعدين تنزل الملعب تلاقي شويه واحد ساحر كده بتاعهم، ايوه كاهن، رعب. رعب غير عادي. بس الحمد لله قدرنا نطلع. طب ايه ذكرياتك مع هاريس، الان هاريس، تفتكر ايه ليه في مشوار البطوله دي يا يوسف؟ الان هاريس كان، انت فاكر الان هاريس اساسا ولا سقط طبعا من طبعا الان هاريس كان مساعد لفنهاكر في برشلونه قبل ما يجي لنا يمسك. الراجل الانجليزي ده من احسن المدربين اللي مسكوا النادي الاهلي في فتره التسعينات. اول ما جه وعمرو حديد فاكر لعبنا اربعه ورا، فلما لعب باربعه ورا كان اول مره بقى ايه نلعب باربعه فلات زي فرق اوروبا كده. ايوه يعني وحارس المرمى بيطلع يا كابتن شوبير ساعتها كان بيقوم بدور الليبر حقيقي، يطلع يلعب ورا الديفنس. وبص يعني نقلنا نقله. وبعدين طبعا الاعلام، تعرف طبعا الاهلي والاعلام قوي، فبداوا ينتقدوه. بس احنا كنا بنكسب كل المباريات، يعني احنا كل ثلاثه اربعه يعني كل المباريات بنجيب سكور، لان كنا بنلعب اربعه ورا. ايوه كان المنتشر في الفتره دي سردباكين وليبرو. فهو جه راح مغير وراح لعب باربعه. والان هاريس من المدربين اللي عايز اقول لك يعني بيتعامل نفسيا مع اللعيبه كويس جدا جدا جدا، وفادنا بصراحه في طرق كتيره، في طرق لعب، لا فادنا فنيا بشكل كبير. يعني قعد سنتين معانا انا فاكر، عمل شغل كويس قوي معانا. حبيبي يا كابتن يوسف، بسعد دايما، انت عارف انت يعني معزتك كبيرة جدا عندي، بسمع صوتك ببسط جدا، بشكرك شكرا حبيب. جزيلا شكرا يا يوسف حبيب. كابتن محمد يوسف نجم النادي الاهلي ونجم منتخب مصر، واحد من الناس اللي انا حقيقة بحبهم جدا جدا حقيقة.